هل تعلم أن الثعلب لديه قدمين يمينتين؟ نعم، هذا صحيح، فقدم الثعلب اليمنى هي نفسها تماما من حيث الحجم والشكل والبنية. والسبب وراء ذلك هو أن الثعالب هي حيوانات من الحيوانات المفترسة وغالبا ما تطارد فريستها. وعندما يركض الثعلب فإنه يضع قدميه اليمنى على الأرض في نفس الوقت، وهذا يساعده على الجري بشكل أسرع وأكثر كفاءة. إذن إذا رأيت ثعلبا يركض فستلاحظ أن قدميه اليمنى تتحرك معاً.